السلام عليكم. سنقوم اليوم بتنصيب أو تثبيت الويندوز 10 عن طريق فلاشة ESP خطوة بخطوة، ومع تثبيت كل التعاريف على الكمبيوتر أي درايفر، يعني التنصيب وتثبيت الويندوز من الفلاشة أو ذاكرة التخزين فقط. أول حاجة تكون لدينا برنامج ريفيس ونسخة الويندوز، ويشترط أن يكون لدينا ذاكرة التخزين أكثر من 4 جيجا، على الأقل تكون فيها 4 جيجا، حيث تابع معي خطوة بخطوة كما يلي. أول حاجة نقوم بها وهي نفتح برنامج ريفيس. سأترك لكم رابط التحميل على صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف. نقوم باختيار ذاكرة التخزين هنا لدينا هنا. أولا تقوم باختيار فلاشة ESP، ثانيا نقوم باختيار نسخة الويندوز المتواجدة في الكمبيوتر على شكل إيماج أو نسخة الإيزو، فهي متواجدة في سطح المكتب، نقوم باختيارها هنا ونضغط على أوفرير، وبالتالي تم اختيار نسخة الويندوز المتواجدة على سطح المكتب لتثبيت. لا نقوم بتبديل هنا الإعدادات، هنا نتركها كما هي، ونقوم بالضغط على ديماري ثم أوكي، وبالتالي البرنامج ريفيس يقوم بحقل فلاشة على ESP أو ذاكرة التخزين. ونقوم هنا بالانتظار. سنقوم بتشغيل الفيديو، حيث أن إخواني ببرنامج ريفيس لا يتطلب صعوبة في تشغيله، حيث أنه حجمه صغير، يعني بحجم 1.3 ميجا بايت فقط، والبرنامج مفتوح مصدر وسهل الاستخدام، مع أنه لا يحتاج لأي خبرة لاستخدامه، ويدعم كامل اللغات، حيث أنه وسيلة أفضل لتثبيت الويندوز عن طريق فلاشة ESP. حيث أن برنامج ريفيس يعد أفضل برنامج، ولكن قضى تماما على الصعوبات، من بينها التنصيب من قارئ الأقراص DVD أو CD. ننتظر إخواني حتى يتم حلق الفلاشة، حلق الويندوز على الفلاشة، حيث أنه لا يغلق فلاش ميموري، يعني يمكنك استعمالها بعد استعمال هذا البرنامج. الخطوة الثانية نقوم بتهيئة إعدادة البيوس، يعني عند تشغيل الكمبيوتر نضغط على Setup أو F12، ثم نضغط الاختيار من الإقلاع من الفلاشة، وهذا لكي يتم الإقلاع من الفلاشة لتثبيت الويندوز 10. نقوم هنا باختيار اللغة التي تناسبك، نضغط على تالي سويفو، ثم نضغط على تثبيت الآن، وننتظر حتى يتم تحميل برنامج الويندوز أو برنامج تثبيت. نقوم هنا بالتخطي مفتاح التفعيل ويندوز، ثم نقوم هنا باختيار نسخة الويندوز التي تساعدك، سواء اخترت الويندوز المهنية، نقوم بالضغط على سويفو، وهنا ننتظر حتى يتم تحميل برنامج، نضغط على جاكسبت ثم سويفو، تالي نضغط على هنا انستالي انيكمو ويندوز، ويأتي هنا طريقة تقسيم القرص الصلب. هنا لدينا قرص صلب قد تم فرمطته سابقا، نضغط على نوفو ونضغط على سويفو لتثبيت الويندوز، هذا في حالة القرص إذا كان مفرمط سابقا. أما إذا أردت أن تقسمه إلى سي ودي وE، سأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف لتقسيم طريقة تقسيم القرص سي ودي وE، وممكن عدة أجزاء أخرى أثناء تثبيت الويندوز. يعني هنا قد قمنا بخلق يعني قرص سي فقط، لم نقم بتقسيمه إلى سي ودي. ولتتعلم كيفية تقسيم القرص سي ودي وE أثناء تنصيب الويندوز، سأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. ننتظر هنا حتى يتم تثبيت الويندوز من الفلاشة، ثم نضغط على إعادة تشغيل الآن، وننتظر حتى يتم إعادة تشغيل الكمبيوتر. حيث إخواني طريقة بسيطة فقط، قد قمنا بحرق الويندوز على فلاشة ESP لغرض التثبيت من الفلاشة، ثم الطريقة الثانية قمنا بتهيئة إعدادات البيوس، يعني عند إقلاع الكمبيوتر تقوم بتركيب فلاشة في الكمبيوتر وتشغيل الكمبيوتر وتضغط مباشرة على F12 أو F9، سيظهر لك
إعدادات البوت وتقوم باختيار من القارئ أو من الإقلاع من الفلاشة. نأتي هنا نضغط على استعمال سريع الإعدادات، وننتظر حتى يتم تهيئة الإعدادات الأولية أو الاستعمال الأولي للويندوز. لا تقوم بإطفاء الكمبيوتر حتى لا تتم خسارة تنصيب الويندوز 10. يقوم هنا الويندوز 10 بتثبيت إعداداته الاستعمال الأولي، وننتظر حتى يتم تثبيت التحديثات المتواجدة على القرص، يعني المتواجدة على نسخة الويندوز فقط وليس من الإنترنت. نقوم هنا باختيار أنا ثم نضغط على تالي سويفون وننتظر، وهنا نقوم بإدخال رقم الهاتف أو الإيميل، لك الاختيار في ذلك، أو تقوم بتخطي هذه المرحلة فلك الاختيار في ذلك. نقوم بتخطي هذه المرحلة هنا، وهنا تقوم بإدخال اسم الحاسوب أو اسم الكمبيوتر وتضغط على سويفون وتنتظر حتى يتم ضبط الإعدادات الأولية للاستعمال الأول للويندوز. حيث هنا إخواني قد نكون قد أتممنا تنصيب وتثبيت الويندوز 10 عن طريق فلاشة الـ ESB. حيث إخواني المرحلة الثالثة، وهي عند تثبيت الويندوز، يعني الكمبيوتر لا يوجد فيه كارت شاشة وكارت الواي فاي، يعني لا تستطيع اتصال عن طريق شبكة الواي فاي، وممكن الصوت لا يمكن أن يظهر. حيث لحل هذا المشكل يجب أن نثبت تعريف الكمبيوتر يعني الدرايفر. وممكن في حال قيامك بفورمات للكمبيوتر فإنك لن تجد الصوت، ولن تجد إشارة الواي فاي، ولن تجد عدة تعاريف أخرى. فلاسترجاع هذه التعاريف بعد الفورمات نقوم بالذهاب إلى موقع درايفر بوستر ونقوم بتحميل هنا من صفحة التحميل. سأترك لكم رابط تحميل البرنامج في صندوق الوصف، ثم نقوم بتحميل هذا البرنامج درايفر بوستر. فهو يحتوي على 20 ميجا بايت فقط، حيث أن هذا البرنامج أو هذا الذي يقوم باسترجاع لنا التعاريف بعد قيام بفورمات للكمبيوتر. نقوم بتحميله هنا. بعد انتهاء من التحميل نقوم بتثبيت باختيار اللغة، نقوم باختيار اللغة العربية، ثم لك الاختيار في اختيار لغتك، ثم نضغط على تثبيت. حيث هنا إخواني مع هذا البرنامج يأتي به برامج مثلا لبرنامج نزع ملفات الضارة من الويندوز، فنحن لا نريد هذه البرامج، فنقوم بالضغط على No Thanks، يعني لا نريد، ثم نضغط على Next. وبهذا يقوم البرنامج بتثبيت، أو يقوم الويندوز بتثبيت هذا البرنامج. حيث هذا البرنامج كما قلنا إخواني هو يسترجع جميع التعاريف الخاصة بالكمبيوتر مثل بطاقة الصوت، بطاقة الشاشة، بطاقة الواي فاي. نقوم هنا بالضغط على No Thanks، يعني لا نريد. وبعدها البرنامج بعد انتهاء من التثبيت نضغط على Scan، فيقوم بسكان للتعاريف غير الموجودة على الكمبيوتر. أما أنا إخواني هنا في هذه الحالة فقد قمت بتثبيت التعاريف، تظهر لنا إبداط فقط يعني تحديد تعاريف. فأما أنت إذا كنت لم تثبت تعاريف من قبل ستظهر لك التعاريف غير مثبتة على الكمبيوتر. مثلا نحن هنا لدينا تعريف صوت أو عدة تعاريف هنا، مثلا هذه مثبتة قد ثبتها من قبل، فأما أنت تخرج لك غير مثبتة. مثلا هنا تعريف صوت فيديو أند جيم، هذا التعريف غير مثبت على الكمبيوتر.
فأنا هنا أقوم بإبديت، يعني تحديث هذا التعريف. بعد البرنامج إخواني سترجع كل التعريف الغير موجودة على الكمبيوتر، يقوم بالتحميل بنفسه من الموقع، من موقعه الخاص، وبعد تحميل من الموقع فهو يقوم بتثبيت التعريف بنفسه أوتوماتيكيا. ننتظر هنا حتى يتم تحميل هذا التعريف. فهو يسترجع بطاقة الشاشة، بطاقة الصوت، وبطاقة وكل شيء للتعريف خاصة بالكمبيوتر، ويقوم كذلك إخواني بتحميلها. وتستطيع أن تضغط هنا على أوتوماتيك ريستارت بي سي، يعني بعد انتهاء من التحميل يقوم بإعادة تشغيل نفسه بنفسه، يعني لك الخيار في ذلك. وبهذا إخواني قد نكون قد استرجعنا جميع التعريف الخاصة بالكمبيوتر عبر هذا البرنامج درايفر بوستر. فلا تنسوا إخواني الاشتراك ودعم القناة، والسلام عليكم.